السلام على من اتبع العقل ونبذ النقل وفكر. عسلام. اليوم باش نتكلم عن البكارة أو العذرية في المفهوم الغنوصي. أولا قبل كل شيء حبيت نقول إن العذرية أو البكارة في المفهوم الغنوصي ليس لها علاقة مباشرة بالإنسان والجنس والجسد والمرأة، بل هي صفة عامة أكبر من ذلك بكثير. الغنوصية تذكر لنا ثلاثة أنواع من العذرية الوجودية الأصلية الكبيرة. النوع الأول ما نطلق عليه بالعذرية العدمية الأولى، وهي الحالة الأولى قبل ما نطلق عليه الوجود المادي. أما الحالة الثانية هي العذرية الكلية الأولى التي ظهرت من العذرية العدمية الأولى. ثم الحالة الثالثة هي ما نطلق عليها العذرية الفردية التي بدورها ظهرت من العذرية الكلية الأولى المادية. طبعا هنا لا أريد أن أدخل في تفاصيل هذه الأنواع، وإنما أكتفي بالعذرية الفردية. ولكن قبل أن أتكلم عن العذرية الفردية، يجب أن نعرف ما هو المقصود في الغنوصية بالعذرية أو البكارة. المقصود في الغنوصية بالعذرية أو البكارة هي الحالة الأولى الأصلية قبل ما نطلق عليه الحركة أو الفعل أو البدأ. إذن هي حالة أولى أصلية يمكن أن نطبقها على أي شيء مهما كان في هذا الوجود، وهي تعتبر في حالتها وتتكون عذراء أو بكر محايدة كليا. ولكن بعد الحركة أو البدء تصبح مزدوجة، وهذا يعود إلى الوجود الكوني أو الوجود المادي الذي كل شيء فيه مزدوج أو ثنائي. فبعد هذه الحركة يوقع ما يسمى كما قلت الازدواجية، أو الميل نحو اليمين أو الشمال، أو الخير والشر على حسب المصطلحات الإنسانية والتعريفات الإنسانية للخير والشر. والمسألة المهمة التي تؤكد عليها الغنوصية في هذه النقطة، إن فقدان البكارة له تأثير مباشر على الشيء الذي يؤثر على شخصيته بقية وجوده. ولهذا نقول إن فقدان البكارة طريقة سلبية أو إيجابية تحدد شخصية الفرد إيجابياً أو سلبياً، ومن الصعب إن لم أقل من المستحيل إصلاحها، وحتى إن تم إصلاحها يبقى الجرح موجود في الداخل أو ما يسمى بالأثر. وهنا نأكد على قاعدة أساسية موجودة في الغنوصية تقول إن كل بداية هي نهاية أخرى، وكل نهاية هي بداية لما بعدها. ومن هنا نفهم إن كل شيء يتم فض بكارته، وبالطريقة التي يتم فض
بها البكارة متاعه، أي ما يسمى الفطرة متاعه، العفوية متاعه، الطبيعة متاعه، سوف يكون لها تأثير كبير في المستقبل. ومن هنا جاءت الغنوصية لكي تؤكد على أهمية الفعل الأول أو البدأ أو الحركة والطريقة التي يتم بها فض البكارة بطريقة عامة وفي كل فعل أو عمل نقوم به. هنا حبيت أفتح قوسين حول مسألة العذرية العدمية الأولى. هناك اختلاف في الغنوصية حول كيف تم فض بكارة العدمية الأولى. هناك ثلاثة آراء. الرأي الأول يقول إن فض بكارة العدم الذي أدى إلى ظهور الوجود كان عن طريق اغتصاب، ومن هذه الفكرة يرى من يؤمن بهذه الفكرة إن العالم كله عذاب في عذاب نتيجة هذا الفعل الأول أو ما يسمى بالاغتصاب الكبير. ولهذا هؤلاء ينظرون إلى الكون والوجود على أنه عذاب وتشاؤم كلي في أفكارهم. وهناك من يقول إن فض بكارة العدم كان عن طريق ما يسمى حب، أي ينظرون إلى الوجود أو الكون إلى أنه خير وأنه تفاؤل وأنه حب. أما الطرف الثالث يرون إن عملية فض البكارة تم من طرف العدم نفسه، أي لا اغتصاب ولا حب، وإنما إرادة داخلية داخل العدم، حيث إن فض البكارة تم من العدم نفسه. وهؤلاء يرون إن هذا الكون هو فيه نوع من التوازن ونوع من الرضا ونوع من القبول ونوع من الإرادة. طبعا أنا مش باش نتكلم في التفاصيل هذه فيما يخص فض بكارة العدم وفض بكارة ما يسمى الوجود الكلي، وإنما الذي يهمنا هنا هو البكارة الفردية. إذن بعد ما فهمنا بصفة عامة مفهوم البكارة أو العذرية في الغنوصية، خلينا نطبقها على الأشياء. الغنوصية تقول إن هناك ثلاثة أنواع من فقدان البكارة أو طرق فقد البكارة. الأولى نطلق عليها طبيعية وغير إرادية، معناتها ما فيهاش إرادة كاملة، وهي يحكمها ما يسمى الناموس الكوني للوجود القادم من العدم. وهنا ذكرت قبل إن الاختلاف الموجود هل هو اغتصاب، هل هو حب، هل هو يعني توافق أو تراضي أو فض بكارة ذاتي. فهذه العملية اللي تم فيها ظهور الوجود هي الذي أثرت على كل هذا الوجود اللي احنا فيه، ولكن نحن كأفراد وكأشخاص ليس لنا دخل مباشر في هذا. أما النوع الثاني الذي يشارك فيه كل موجود في هذا الوجود، إما عن وعي أو بدون وعي، أي كل الأشياء اللي ظهرت قبلنا مهما كانت من المادة، من النباتات، من الحيوان، من البشر اللي ظهروا قبلنا، هما مشاركين في الحالة اللي احنا فيها الآن. أي هذه نجم نقوله عملية وراثة ليس عملية إرادة شخصية. أما النوع الثالث الذي هو يخص الفرد بحد ذاته، حيث كل فرد هو مسؤول عنه بصفة كلية، سواء عن علم أو عن جهل، عن وعي أو عن دون وعي. يعني هذا هو النوع الثالث من فض البكارة.
هنا خلينا نضرب مثل بسيط في هذه المسألة. نفترض أن إنسان تولد الآن. هذا الإنسان عندما جاء للوجود جاء على الفطرة، أي جاء بكر، ولكن ما وقع قبله من كل أجداده وأجداد أجداده وأجداد أجداده له تأثير في ذاته، وكل موقع في الحيوانات والنباتات والجماد من أول الانفجار العظيم ومن العدم موجود في ذاته. إذن هو جاء بكر. هنا يدخل عامل جديد هو غير مسؤول عليه، هو المنطقة اللي تولدت فيها، المجتمع اللي تولدت فيه بكل أفكاره، والعائلة التي ولد فيها والتربية اللي تلقاها ومستوى الوعي. هذا الكل يأثر في الشخصية متاعه وفي ذاته كإنسان أو كفرد، إلى أن يصل ما يسمى سن البلوغ الفكري أو العقلي أو الوعي الذاتي. هنا يصبح مسؤول على كل أفعاله اللي بش يقوم بها في المستقبل، سواء عن علم أو بدون علم، قد يخطأ عن جهل وقد يصيب عن علم. إذن هنا نفهم بصفة عامة كيف أن الغنوصية تعطي أهمية كبيرة في مسألة فض البكرة. وطبعا هوني نتكلم بصفة عامة ليس بصفة خاصة، أي حاجة نقوم بها أول مرة احنا قد قمنا بعملية فض البكرة. هل عملناها بقوة؟ هل عملناها بحب؟ هل عملناها بتوافق ذاتي؟ وهذا سوف يؤثر على الفعل الذي سوف نقوم به. أظن في هذه الفيديو بنحبهاش تكون طويلة ياسر، أكتفي بهذا القدر، وفهمت مفهوم البكارة أو العذرية في الغنوصية. وفي الفيديو القادم سوف نتكلم عن ما يسمى بالعذرية أو البكارة عند المرأة، ونفهم لماذا كل الأديان تركز تركيز كبير حول بكارة المرأة وعذرية المرأة. البعض يتساءل ويقول علاش الأديان ركزت على هذه النقطة؟ هل هي صدفة أم هي نظرتها للمرأة وتحقيرها للمرأة، أم لأن المرأة والبكارة عندها مفهوم خاص في الغنوصية ترك هذه الأديان تركز وتربط البكارة بالمرأة؟ هذا ما سوف نعرفه في الفيديو القادم حول البكارة والمرأة في الغنوصية. شكرا على المتابعة، شكرا على التوزيع، شكرا على التشجيع، ومع فيديو قادم وبسلامة. Thank you.